مفيد جدا لينا كمصريين في معرفه ايه اللي بيحصل في سيناء. احنا حتى النظام ما عندوش حتى شرف الخصومه السياسيه، يعني هو مش بس بيعتقل الناس بمواقفهم، هو بيدفق لهم مجموعه من التهم. يعني اذا كان نائل مثلا النظام شايف ان هو خطر وارهابي بسبب مجموعه من الستاتسز على الفيسبوك، هم دفقوا له قضيه. اولا هم راحوا له البيت، التحقيقات مش مظبوطه، قالوا فيها ان هم قبضوا عليه من الشارع. التحقيقات بتقول انه كان معاه مجموعه من البيانات هي مش بتاعته، هو اعترف ايه الحاجات اللي اخذوها من البيت الخاصه بيه وايه الحاجات الملفقه له. نكتشف انه نفس التحريات اللي موجوده عند نائل هي نفس التحريات الموجوده عند ابو صلاح تقريبا، ونفس الظابط. فاحنا بنواجه في الاول وفي الاخر مافيا، مش نظام حاكم حتى نقدر نتكلم عليه انه يبقى حتى في شرف الخصومه انه يقدر يقول إيه انه انتم معارضه، احنا مختلفين معاكم، او بيتعامل مع الكل على انهم مجرمين. في الاول وفي الاخر ده النظام هو استمرار لنظام مبارك، هو استمرار للنظام العسكري الموجود، وهو معادي وبشكل حقيقي لثوره ال 25 يناير بكل طوائفها. ده لو احنا ما وقفنالهوش بشكل حقيقي كمجموعات من المعارضه المدنيه المؤمنه فعلا بقيام دوله مدنيه حقيقيه ديمقراطيه، احنا في الاخر واحد ورا الثاني هيتم التنكيل بينا وتصفيتنا. مجموعه من ترسانه من القوانين بيتم اقرارها عن طريق مجلس شعب، مع كامل احترامنا يعني للناس اللي فيه، مجلس شعب هو في الاول وفي الاخر دراع من ادراع السلطه، مش صوت للشعب. حكومه في الاول وفي الاخر مش همها المواطن، بتغلي الاسعار، بترفع، بتدي مجموعات من القوانين وبتعتقل المعارضه الحقيقيه. الاجراءات الاخيره اللي احنا عانينا منها في حزب الدستور والاجراءات المتتاليه اللي احنا بنشوفها من ساعه سلسله التفجيرات اللي احنا وقعت في الكنائس في طنطا واسكندريه، والتسرع في اصدار قانون الطوارئ، والتسرع في اقرار قانون الهيئات القضائيه، ايضا الطريقه اللي بيتم بيها اعداد الهيئات الخاصه بالصحافه والاعلام في مصر، كل هذه الامور بالنسبه لي انا شخصيا على الاقل بالنسبه لنا في حزب الدستور هي مؤشرات سلبيه جدا على ما يمكن ان اتوقعه في الانتخابات الرئاسيه المقبله اللي احنا المفروض ان احنا مقبلين عليها بعد 10 شهور الى ما يكون اقل من ذلك. واحنا وزي ما قال طبعا الزميل هيثم، احنا بنشارك وبنساهم في الحياه السياسيه في مصر على امل ان هو يكون عندنا فرصه حقيقيه لبناء دوله بتقوم على المؤسسات والمحاسبيه، ولكن اذا احنا شعرنا انه لا يتم توفير اي ظروف لينا على اي مجال من المجالات، ان احنا بيتم تضييق الابواب وغلق المجالات امامنا، فانا اعتقد ان احنا لا يجب علينا ان احنا نقبل في المشاركه في مسرحيه من اجل ان نكون ديكور من اجل النظام او شيء من هذا القبيل. في معلومه في اسكندريه على حد معلوماتها حكتها، بصوا ركزوا في اللي انا بقوله، حكتها بنفس القضايا وبنفس القانون قايمه كبيره عدتها مباحث الانترنت، سابت الاعلاميين، سابت الناس اللي بتنشر فكره التكفير، وقعدت تتفرج على الشباب على الفيسبوك وجمعت تقارير وبتعمل دلوقتي قضايا هتستعد تلفها ان شاء الله في خلال الشهر ده والشهر الجاي، عشان هيبتدي يبقى في اوامر ضبط واحضار. واحنا المره دي بنحاول نكون بس بنحذر الناس قبلها بمده، عشان لما يحصل بس ما نقولش انها صدفه او نقول الناس دي اعلاميين. فبالتالي احنا كحزب الدستور، الاداره القانونيه لحزب الدستور الاسكندريه، احنا قررنا قرار محترم جدا ان احنا هنتواصل مع المحامين المحتملين للمتهمين المحتملين الشهر الجاي واللي بعده ان شاء الله، وهنعمل بلاغ للنائب العام ونتهم فيه وزاره الداخليه بترفيه تهم وعدت مسبقا من تهم قديمه ترتبط من زمايلنا، وهنقارن ما بين القضايا. حضراتكم في حاجه يا زمايلنا المحامين؟ يعني زي ما بقول لحضرتك دي اجواء سلبيه للغايه في وقت البلد يعني بتمر بيه بالعديد من المشاكل. احنا مش عايزين نوجه يعني المزيد من الضغوط على النظام الامني في ظل يعني الخطر الارهابي اللي احنا بنواجهه، يعني المقلق بشكل كبير بالنسبه لنا في مجموعه اللقاء القبض الاخيره، انه معظمها بيتعلق بحريه الراي والتعبير، ان الشباب اللي بيتمسك بسبب اراء بيعبر عليها على وسائل التواصل الاجتماعي،
انا شايف ان ده بيقدم نموذج سيء للغايه في وقت مفروض ان احنا يكون في بعض الانفتاح على الشؤون السياسيه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسيه. احنا بنطالب بالافراج عن الزميل نائل حسن والزميل محمود ابو صلاح وكل الزملاء المحبوسين بسبب سواء قضيه التظاهر دفاعا عن تيران وصنافير او بسبب سلسله القضايا الجديده اللي احنا بنواجه بيها المتعلقه بالتعبير عن الراي على الفيسبوك. وبنشوف ان ده بيتناقض مع الكلام الرسمي اللي بيتقال ان الحكومه بترحب بالمعارضه وبترحب بالمعارضه الوطنيه، واحنا نموذج للمعارضه الشرعيه الوطنيه اللي ملتزمه بالقانون والدستور، ولكن رغم ذلك بيتم تخويف الشباب، بيتم تخويف الشباب عن طريق اعتقالهم، عن طريق اغلاق المجال العام امامهم في التعبير عن الراي على وسائل التواصل الاجتماعي. فطبعا احنا بناكد على ضروره تغيير هذه الظروف، وانه ده أسوأ شيء ممكن نعمله البلد في ظل الظرف الحالي، ان احنا نضيق من الخناق على حرية الرأي والتعبير وعلى التعامل مع الشباب اللي بيحاول يمارس السياسة في مصر.